شتاء جبل أراكاتس في أرمينيا. جبل أراكاتس المغطى بالثلوج. في هذا الفيديو سنتعرف على جبل أراكاتس مع أرارات للسياحة. يتلألأ الثلج تحت شمس الشتاء الساطعة. مخيم جبل أراكاتس في الشتاء. مجموعة من متسلقي الجبال يرتدون ملابس شتوية دافئة ويحملون حقائب الظهر ومعدات تسلق الجبال. يستعدون للصعود إلى جبل أراكاتس. يتسلل متسلق الجبال عبر ممر ثلجي وتحيط به جبال شاهقة ومناظر طبيعية شتوية هادئة. على جانب تشاهد مجموعة يتجولون ويلعبون فوق بحيرة متجمدة ومجموعة جالسون ويتذوقون خاش إحدى الأكلات الشعبية الأرمنية. أطفال يمرحون وأشخاص بملابس صيفية. أحد الشباب السواح ما شاء الله، الله يعطيه الصحة، لابس نصردة. أنا من يروان قلت له يا أخي البس شيء ثخير على صعد الجبال، قول الامور طيبه. شو تقول ابو علي؟ احنا ندور البرد. تدور البرد؟ احنا حاره ندور البرد. ما بستبرد؟ لا الامور طيبه. امور طيبه، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. عافيه عليك. مجموعة منشغلون بانقاذ سيارة علقت بين الثلوج. وآخرون يسجلون ذكرياتهم فوق الثلوج. أخيراً وصل متسلق الجبال إلى القمة، وهي مغطاة بطبقة سميكة من الثلج. المنظر من الأعلى مذهل للغاية، مع الوادي بأكمله المرئي تحتها، عندما يبدأ متسلق الجبال نزولهم. ينزلقون على المنحدرات تزلجاً أو باللوحات الجليد للاستفادة القصوى من طقس الشتاء. متسلق الجبال يعودون إلى معسكرهم الأساسي منهك، لكنهم مبتهجون. يجلسون حول نار المخيم، يشوون المارشميلو ويتحدثون عن قصص تسلقهم ويحتسون الشاي والقهوة الساخنة، حيث تتلألأ النجوم فوق القمم المغطاة بالثلوج. انتظرونا في استكشاف جديد مع أرارات للسياحة.